بخير بنا جاري بيرشو تقريبا قشتنا اويك تعريفي كرتي حديث مانكر حديث صحيح تقريبا هندا بيرشي كيما نو ادلا سر حديث وعلوم حديث ونايو هنا مصادر هندي الشخصيات وانا انا همي جرنجا بو مراجع ويكسك بي يا طاقتي بيت وانا هبي بو يوم قرته والله من طبعا ما ام علمي شي قوري على راسي او كاتو تمني اوت اگر كسي يقول بيته لا نكام اگر اوا كل توزه كي لور جرين تنها وانا تيبقين ك يعني سبا اساني لهم كزور نجيري باشا خالك مقول نيجاتيف راسي لما بتا بس رولا خوش من بيلين باشا او يك قصكرن لسر دين شتيكي هرو اسادة جنية هربو او يكتو حديثي ساخ كيتو يك دنيا علم وقصو وباس واملا ولا يبيت بو انسان هقوايا يعني هم بو خوي هم كاتي قصلك كسي ور اقري تقريبا او حسابات انسان بيك ابزاني او كسيك اقصيك اكا چنك قصك ايوايا چنك وانيا بويا راسي كي بويا ك قلت كشد انا علوم حديثه وسيره كيك يعني كلما جاء لي حديثه ايش كان كردو وزان يعني في شو زور ورد ولا تو ولا راسيا ودين شوني اوني انسان قصي اروع اساي تعرف الربا ولا خويا شو بقول يا ايكي كيش لنقص كاني ما وكو خلقي متدين وعوانيك وكو ما مصاج دركوتون لو تكلم جور زانستانا به راستی که پی وی سی به تحقیق جا او یک جاری پیشو اتمن پیما به پرسیاری برازش تام و یک تانه پرسیاری کرد ام زانستا کوتای هاتو هر به فقه سگ ابن صلاح ام زانستا کوتای نه هاتو من جاری ورد بوله ویتی ها والا ما خود کی خوی راستی جا لسر پیشو کی نوستین حدیث صحیح تعریفی کرد و دیویلیتی لحدیث اگر که مسنده مسند يعني شيء يعني أوي كدراء وتفاعل في غمر درودي خايل البيت أما في أدري حديث يعني شو جاري ويا الرشتو حتى وقصة هستك قصي أبو هريرة رضي الله عنه يا قصي يعني ديارني أما قصي كي بالضبط يا قصي علي هو المولى علي كل أبي طالب أبي أبوت مثلا صحابة كش إسنادي كربي أقول له في غمر فرميتي درودي خايل فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده إسناده كي متصل به ونبش رابه بنقل العدل الضابط وكي أم إسنادك كمال كسي تابعك هميان عدول ضابط أهل إيمان وتقوى دور بالدرو وضبطش واتا تواناي حفظ أعلى إلى منتهاه حتى كوتا يكي ولا يكون شاذا ولا معللا نابع شاذ بي ومعلل بي جاد وعي خوش شاذ ومعلل ما سكا ما يسفيرنا كذور لسري بوستي الله چی جا الله ورده ورده خوی قید کن رون اکاته و اوی و اکا ک صحیح جا که نو ل مرسل و منقطع و معضل و شاذ و اوی ک علیت علیت قادح قادح یعنی جلو علما نه خفیه حدیث کی پی تضعیف نکره ولی هم علیت قادح بو و اتا میتر اوکات حدیث کی بخره تلا و ما فی راوی نوع جرح اوی ک راوی کی نوع على جرح تيابي جرح تيابي معناتها طعني ليه بدري كان كسا مشكلة يجي بارحة إن جاء الله شيء فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة أمام حديثي هيك حكمي براستي ودرستي في أدري بلا خلاف بين أهل الحديث معناتها أو بياناسيني كي جامعة زانا لسير ريكود طبعا بداية أو تعريف نكرة والله أم تعريف ديارة شيل راو تاتو تا أمستردما ولا أمستردما يتربو باشرين تعريفه وتاستش تقريبا لسري كوكب وقد يختلفون في بعض الأحاديث جاء رواية لهند حديثة اختلاف جوازه لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف لبروي أم وصفاني كباسكرة جاء رواية تقديري هدي كجل زنان لحفاظ وأبابته نوعك يا لهند مرجع كداعنا وكمرسل شو كان مراسيل هندي كان يعني جشان نبولا قلدي وكسي جوكو إمامي مالك لموطأ مراسيلي هنا ومعلقاتي هنا وكشيني وكو زنان باسكا وإيش بيكر دولة مثلا إخوة إمام الشافعي مثلا مراسيلي تابعيني كباري إيش بيكر دولة وحديث صحيح يعني وحديثي كصحيح وكشيني
إيشي بيقر وكو تابعيني كبار وكو سعيدي كوري مصيب وكو سعيدي كوري جبير وانا عشان كواتا أما قصاني بابلين ابن صلاح تاعنا تعليقي ابن كثير بتاع الله شيء الله كواتا من جوتم حد صحيح وعدد حد يعني تعريف تعريفي كرتي تعريفي صحيح بديتي لوي المتصل سنده أو هيك يعني سندك متصل بنفس رابع بنقل العدل الضابط عن مثله بنقل وتبقى نقل كردن العدل الضابط لها شوي خوي حتى ينتهي الى رسول يعني اوصل سندك ابي عادل وضابط به حتى بمشي ويا رواتا اجاتا في عمر درود فايلز او الى منتهى تا اخير تجي واش مثلا تشك قولك يعني جران وقمر جنيه قولي في عمر درود فايلز اشتك ادري ذا بالك الاصحاب مرجني يعني شكا اصحاب طبعا قولي الصحابي خلافي تاع لو حجه يا حجنيه طبعا لو اشتك ازور خلافي تاني اي جوايك إلا ما قال إجماع الصحابة يعني هو موضوع كيس بابا كرتي بيضا قولي الصحابي لأصول مناقشة يزوري لسلا مثلا صحابة يكشتي يقولتو أما مصدر التشريع يعني بي إيه ملزمين بيان يعني عموما لك الأوانا قال باسي أحكام ومجرشتانا بقولي صحابي حجنية راستي فلا مدوش تبيل برشاو بقرين قولي صحابي كدلالة بان لسلا أويك إجماع الصحابة لسلا شتيك وجهه شكو بس بس إجماع وكاتن ناتوين اللي درتشي أويك دو هم شتي تيجي هر قولي صحابي بتنيا بلا ام راي نيه باسي سبب نزول اكا شو سبب نزول پیغمبر دودي خيلي بن نايله سبب نزول صحابه اوت يعني اقصي ها تو بيلي لب كرو يعني يا مال حديثي پیغمبر دودي خيلي باحكام وتشريعات وحكمته وما نور قريب بس دقمنا يا رنا هر نبي ك پیغمبر دودي خيلي بخوي باسي او قبل ام ايت تليفون شو نادع بزي كم يعني شتي كم عموما اوي كبيوت الروايات اسباب نزول صحابه نقلان كرو يعني اسنادي تاني هو بيغمبر درود يخوي عليه في شيء شنو بو تشكا ابن مسعود الله الله من الفرنش من او ايات فرنش الرؤيا او ايات دافازي انت فيز هناك اشتكى خر خويتي ليرا لباس اسباب نزولا اگر سندك متصل بك شيء نبي او نوع الحجه لم بابتها هي وتتم لزمي بوي ورقي تشكر رقي ترني بو اسباب نزول بزاني هل او رقي المهم بس عثمان بنو كثير لم سنه ده متصل بين بنقل عدي عدل ضابط ده سرتا وهتا اوسر يا تا في غمر دول دي خاله يا تا كوتا يك بو يوتتي الى منتهى وشكو كو عرضم كردن اكر عندي شد يعني اثار يا قولي صحابي يا تابعي بي. من صحابين او دونه ما خشي والله ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعله قادحه وقد يكون مشهورا او غريبا جاري واي مشهور جاري واي غريب مشهور يعني كان لتشن شونه كو ام حديثات وغريب يعني وي كهر خويتي يكز نقلي كردو مثلا نوني حديثي غريب بالسوتانا او حديث انما الاعمال بالنيات ك يكس لصحابه رواياتي كردو او نمونا يعني شكل اغاني كبنمونا ينجاوتها جاءوا مصطلح على شنو خويا بس كذا ورانا لسه في وزنك بس كين ان جاء الله شيء وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله اما يعني شويني حديث صحيح جوازا لا بوتشوني حفاظ حفاظ من بس يعني ك بابلين شار زي حديث نو حديث يعني لبرو نقل يعني كده ايه لسنا مساسا ولهذا اطلق بعضهم اصح الاسانيد على بعضها اما طبعا زور قرن دراسي قالوا كسك دراسي حديث كو ام تشنشتي قليلا وتجي طبعا لا هنا كشا هنا يبيتي لا حاشيك انا والله ناسي نسالي بو ويك زور تفصيل نبيتها يعني بقوة ترين سنة تشيع يا يعني صحيح ترين يعني تشيع كتو حديثي يبيني او تري لا فلان او فلان كز يراي او لا فلان كز ولا فلان كز تاع قات في غمر دي خايلبه طبعا زوره الريقه حديث زور زوره صحيح ترين سند لا لا فعن احمد واسحاق لا احمد اسحاق كوري الراهوي ك احمد امام احمد احمد كوري حنبل اسحاق كوري الراهوي الله بق صحيح ترين سند كلا صحابه يا للتابعيه قشتوته صحابة كي زهرية يعني ابن شهاب الزهري عن سالم عن أبيه أنا ما صحت لي وقال علي بن المديني والفلاس
علي كريم مديني، فلا جوانا اصحها محمد بن سيرين عن ابي عبيده عن علي جوانا صحيح ترين الريقا بو نقل حديث بديتي الا محمد كري سيرين كلا عبيده وجرايته الى علي وعلي كري ابي طالب ولا لا يحيى كري معين وجانا وتويتي صحيح ترين بديتي الا اعمش لابراهيم ولا علقمه ولا ابن مسعود طبعا انا مدرسي هنا طبعا انا هذه كم مدرسه هيك مش نقول بس لا او مدرسه كوفه يا بابي يا بصري المهم مدرسه عراقيه مش ابن مسعود وهي هاتوت العراق ولا بصره ولا كوفه ما هاتو لا بخاري صحيح ترين بريتي مالك عن نافع عن ابن عمر تقريبا اما كشيء يعني شو اما بي او سلسله الذهب او بخاري وتوزي أويك مالك نقول كردو ولا نافع هو نافع إجل ابن عمر والرواية كردو لا بخاري صحيح ترينا وزنانا نا وسلسلة الذهب هنا بهذا وزاد البوتش شو كان النقطة كا هو كزور كرتيشة يعني سلسلة كتها كرد به بهستريشة وزاد بعضهم عندك زاد يعني كردو جانا الشافعي شو تيك يعني الشافعي لمالك هو بوتش شو كان رواياتي مالك ايش زوره يعني كومال كذا مالك ورواياتي كرو هر موطا شان رواياتي هي باشا هندي كان صحيحة الهندي كتير يعني اذ هو اجل من روى عنه شنك شافعي له مو اني تر حتى انا في زياترة يعني باسا كوي اقل لما مالك بترازي او اني كالروايات يعني كرو لما مالك كاميان بيسترا هندي قلت انا شافعي فعلا هر شافعي ايش له مو انترا طيب بس موطا كاين كان هنا اترت لا برايز كانش تدري جه رنا وانا كافي بي المهم هو اما انا ما بقول برناك لو تشبوي يعني سري جناب تاع نيجين نقطه كاويك ام سلسله اسناد انا شلون دروز من برزن بام توز ساده كما يعني دعاء ويك باب صدر الاسلام يا پیغمبر درود خير به وفاد اكا ونوع الى نوع كان سردمي صحابش تي افري يا هلا سردمي الصحابة شو كاتا كسك شتيجي نقل كردو وتيجي بيغمر دردي خويا اللي بي اواي فرموا مثلا قال عمر كري خطاب وبي علي كري ابي طالب وبي كس تقريبا لسالينا وستارا والله ما قال كسي يجي تربو بي يا مثلا حديثك كان نوعي بوبي مثلا عمر نبي سبي ابو بكر نبي سبي عوان كلين زي قلنا يعني بيسبي يعني تحري وتحقيق يعني كردوه مثلا سهيل السلوي كإمام عمر واي لقل أبو موسى كردو واي لقل أبو هريرة كردو بتودي أم بتودي بيغمر واي فرموا بتودي خاله إيش تودي برو شايت مبوب يعني يا أجر نيه يعني حتى على قرتو ميتا وأنا كأزاري يوم يا أخوي علش رشيل يا قال أجر شايت نيه إلى أنصار أو أزارته برو بزانا كسي كتير هيش كنا كريم حديث هاتو بيستبيته كسي كتير نيه بيستبيه يعني أم تحقيق وتحرية هل لسردمي صحابة ودس بيكا بلام لسردمي صحابة أجر من هلا نبم غلطي أنا قش بيتم ظاهرا مجالسي نبو بمعنى أو مجلسي حديث جير رانا وهبه بوتي شو قرنا في سان بين ابو بهم يعني خوان دوري بيغمبر بن دوري خوي لبي او اجا يعني ليك بو بلام جار جار كسي كحديث كي نقول كردو بتبدي وي كجردو زورت لا امام عمر ام حاضر اجرته وككسي قسي كردو وتودي يا برو شاهد بينا يا شلون عمل جواب وشلون بوتين جور التحقيق وتحرير ما بذاكر دو كاو سردمه تي ابره طبعا دو اون كيدت تابعين ديال بتابعي كباري تابعين وهو وتوت مع سعيد كرلي المسيب وتلبا كان ابن عباس وعكرمه وجماعات امانه دين امانه لا ما مسكان عند انش انا مجلس دروسه كان لما مثلا ابن عباس دان شباسك لانواع علم يجي لو شتاني بس كا روايات يعني او احاديثانه كلا في غمر دروت خالي بي بيستوتي اوانج لا ابن عباسي ورقر ان جا اوانج دواي خويا دواي ابن عباس اتن اوانج مجلس اقرن عند لينو بتل مكان يعني بلا نا نا تاديت كوي تاديت سردمي تابعي تابعين او كاتيك ابن شهاب يعني لسر وجاري في شما وصا امي ديشار اما جي بيكر سردمي ابن شهاب نزيق لسردمي مالك تقريبا سردمي كوري عمري كوري عبد العزيز دي لو كاتا هكا على ان يتربا حديث كوكي نو شكا جوري لوضع دس بيكا جوري لوضع دس بيكر واسا كان ديرو لو يخوك بنامي بيكا مرو دريدي خوايا لبقسا هكا الله فرياكا ون با حديث كوكي نو بجوري لجوري كانو امانا بي بس بوايا
اوا بو لە مەجلیسەکانە اینجا ئەمە لەبەر ئەوەی ئەو پێشینەیە لە سەردەمی سەحابە هەیە هەر کەس کەوتوێتی پێغەمبەر دوو دیخوا لەوێ وا ئەفەرمێ وتوانە لە کێ دوەرگرتووە چونکە ئەوانەی کە مەجالیسیان هەبوو بۆ ڕێگەڕانەوەی حەدیث دیار بوون هەم لە مەدینە دیار بوون هەم لە کوفەش دیار بوون هەم لە بەسڕەش و هەم لە مەکەش ئەو چەند شوێنە بووە ئەمە کۆمەڵە مەدارس بوون دیار بووە کە کێ شێخی ئەو شوێنەیە یا چەند شێخێک هەبووە لەوێ صحابش ودواء وانش لتابعين يتن أمس سلية مفروضة أجر كسر لو بينا أبوه بيك أشكر أنا أبوه بيك إسلامي مزور دي يعني شكرا سلام يا كوتيا بريو نازلين بلان بو أو كاتا شتيك نبو شارع أبوه بيك باشا كواتا يعني أمس سلسلة أنا بمجورة دروز وبرزا تا أقاتا مثلا إمام مالك مالك ودورو بري مالك شكرا لسلامي مالك شاكتي بيتريش نسرع بلان مالك موطأ نوسي يتل لدواء موطأ أوه ئەم سلسلەیە بە جۆرە لە جۆرەکان تەنزیمتر ئەکرێ دواتر ئەنووسرێتەوە باشە ئیترتەمانەوە مالیک نووسیوێتیەوە و ئەوەی کە گرنگە ئەوەیە کە لەگەڵ نووسینەوەشا ئەم مشافەهەیە هەر ماوە ئەم سەماع ئەوەی پێدرە سەماع یعنی ئەم مەجالیزار هەبووە ئەڵێ من سەماعم کردووە لە فلان کەس لە مەجلیسیە بۆیە عەرزم کردن موەتە ئێستا کۆمەڵە نوسخەی هەیە لەگەڵ ئەوەی کە نووسراویشە لە کاتیەوە كمال نسخة هي تشان روايتك روايات كلا أو موطة بوي أواني كمثلا تحقيق يوم كردون اعتمادا كردون سر نسخة إلى نسخة كان يا الروايات إلى الروايات كان باشا برزان يعني أما أجر تواني بيتم بسادي بيلم أوا يا سلسلة إسناد أوا دروز هو سر الرأي أمور ذكاء يانش أو بوك يا ما زاني حديث جيزور هيك لو بينا يعني رنا دروز كرابي يا هلا حبولك جرانا يعني أوش موضوع باشا يا كم كسكا جمع يعني حديثي كردو باشا يا كم كس اول من اعتنى بجمع الصحيح كي ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري يا كم كسك ك جرينجي دابا ويك حديثي صحيح كاتو صحيح بو بو بيناسا وقول تندي كواسكرا بريتي بولا امام البخاري وتلاه صاحبه وتلميذه ابو الحسين مسلم بن حسين يا الحجاج النيسابوري فهما أصح كتب الحديث واتا بخاري مسلم دو كتاب لا صحيح ترين كتابة كان يعني هدو كان صحيح ترين كتابة والبخاري أرجح بخاري أرجح يعني بيش مسلميش بو لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا لا صحيح يعني أن يكون الراوي أبي أو الراوية أو يكلش يعني لكسك والرواياتي كردوها قد عاصر شيخه أبي الهمان سردما يعني اللي قال يا جيابي وثبت عنده سماعه منه وثابت جبوبه كليشي بيستبه باشا بلا مسلم شرط دوهمي بهندور نقرتو سماعك مسلم تنها معاصري كردو بشرط الله يبون منا لو سردما يبون منا أحمد الله لمحمد بيستوه أم حديثة مسلم الله مهم هو أم دوانا ليك سردما يبون مثلا لا لسي صو بون من لسي صو دي هجري تاسي صو تشلي هجري ابون اه هم معاصره بلام ابو اكتفاقر مسلم بس بخاري الله ابي ثابت يجبو بي كام احمد لمجلس محمد ابو بي اللي ورقرت بي شو شرطك قرصة بويا بم وردكاري وتحري بويا بخاري كتابك بيشترو سايبو يعني هروا بقالتا باشترين كتاب دانا يعني موضوع أكثر طبعا دواي درك يعني دواي خوي بخاري دواي كعلماء تحقيق أنت يا كردوه يعني بخاري أو أنا وبانجي فيها كردوه أقرنا أو أنا بالتقديسي بخاري وبيوك شخص شكرا هستك أي حضوري بخاري لأنه وشتي ترى زورني وك بيويست لحضارة إسلامية حتى نصر مذهب بو أنه هيج ما هم كله هيج وكو إستاوت هيج أثورتي هيج قدرة وشتي جيبه لسه ونه وتاخوي بسفينه نا بس هر إشاكي مهم بو إشاكي إشي دي تايبه دو ولا راسي أبويا انصاف او يك بباشرين دا من هر بو مسلمان جو باشرين دا انا ومن ها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري اللي راتي اجيك يعني نزاع قد برونا بيته كبوتشي صحيح البخاري يا تصحيح البخاري جرنتر لا مسلم وما طبعا جمهوري شي لسه خلافا لابي علي النسابوري شيخ الحاكم أبي علي أبو علي نسابوري كشيخي حاكمة أو الله يوانيها يعني بحساب الله مسلم باشترى وطائفة من علماء المغرب
هندق لزان زناني مغرب مثلا الله الروايات اللي كرا ما قال له هناك من ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم أو يوتو ملام ديارك أو إتر اعتيادي شبو شوني جواز هيو مشتكي أسان. ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث أما شخصيه باش إنسان بيزانه هذا بخاري ومسلم ملتزم نبون بويك هرشي صحيح لله أوان أبي فإنهما قد صحح أحاديث ليست في كتابهما أو أن عندك ناوي عندك حديث يعني بصحيح ده أنا أو كل كتابك يا أخوي أنا نية أما الجورة قال إنصاف هو بإنسان بجزانة شو أما أن بلا إيش كان جوانا ملا متر شدهر ما هو بشي أخوي إن جاء أجر واج نبي أي هو مكتبي حديثي شخونا بهم بخيت الله كما ينقل ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها هروك الترمذي وغيره الترمذي البخاري أي جريته كتصحيح عند حديث كدو لا يخوينيه بل كل سنن ولا غير سنن لما ساني دعاء مثلا رونا فكره هنا كواتا أول شيء جورك يعني أدب لإنصاف لأخلاق برس يعني حديثي سي كتابي خوي دانا وكل كتابي به هنا بلام حديثي تريشي له كتابي تر تصحيح كردو بس نهي هنا وتنا كتابي مشكلة مدوناتي تراو ولا كتابي حديثي تراو أو تشتي بما هيك صحيح بشرط المسلم بلا بلا إن شاء الله يعني أويا أو شوي ما بسيتو أويا أويا وش تيجي جنا الله صحيح على شرط مسلم أو محدثيني تركدو أنا هما شرط مسلم يعني هنا أو كشرط كان يشيا الله ببي شرط مسلم أم حديثة هنا توا أو بشرط مسلم صحيح مثلا صح حاكم أو يكردو ها المستدرك على الصحيحين أويا بشي حاكم نيسابوري زور برشا انجا ما هني معلوماتي ورده خوشه بيو بيزان عدد ما في الصحيحين من الحديث كان حديث تاع البخاري ومسلم ابن الصلاح عليه فجميع ما في البخاري بالمكرر بويك دو شكو حديث دوباره هي ضد له كتب كان عليه 7000 حديث و275 حديثا يعني شنو الرقم حوزارو دو صدو حفتا و بينج باشا الله تقريبا نزيك الله شاستو فين شكي شنو يعني وبغير تكرار 4000 ببي تكرار يعني مكرر كان لا بي ببي 4000 وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4000 يعني مش هلو نزيك باش الزيادات على الصحيحين قال الحافظ ابو عبد الله محمد بن يعقوب الاخرم قل ما يفوت البخاري ومسلم من الاحاديث الصحيحه الله انبياء وجودي كم هي حديث صحيح كلا بخاري ومسلم دست لدستي او اندر شوية هو معنى يعني لا لان لدستي اندر شوية رؤى ودرس تابيلي وقد ناقشه ابن صلاح في ذلك ابن صلاح ناقشه يقول يعني وش توانيه فان الحاكم قد استدرك ليس بس ماكر قد استدرك عليهما احاديث كثيرة كمل استدراكي كمل الحديث لسر اوان كردوه وان كان في بعضها مقال هشام حديث كان عندي كان خسيت يعني إلا أنه يصف له شيء كبير بلا أن بشكي زوري مضبوطة يعني كشي بشكي زوري طاو كشي نية زور باشا قلت في هذا نظر أما قصي ابن كثير الله أما نظري تياه وقل جي قصي فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما يعني لا تلزمهما الله يعني أما ردي كي يا تؤمش وقل إضافية كالأخصر قصكي ابن الصلاح ردي أخرمه يعني كوتوتي بخاري ومسلم صح يعني دس درنا شو الله أو إلزام يعني كاب إخراج درهناني ولا بتخريجك ولا حديث يعني كل مليون ناقدة لضعف الرواة هي عندهما لو أنا الرأي كان لا أمان ضعيف أو لتعليلهما ذلك يا أمان تعليل ينكر يعني قرفتي كتابه بي على السند على متنا أنا والله أعلم بكرتي يعني قصك هو يا اما وجع ما قال يتبقين اما جهدي بشرين دو كتب عن نسي وحديث صحيح كان ان كوكرو لباشتري ايش كان يعني نايز شتي تل دروا يوانيه تو خوش قناعتي انا وابو حق واحد انسان شروا برواني يعني اما هر بشي للرؤيه الاخلاقيه ما يستفاد لي بكين اخلاقي علمي او هيك
تعصب نبي أبو أم دكتي أبو بلا أم دكتي بكتي بجورن ودرجة يكن بلا أم إتر باشتنيا با هروانية كتي بيتريش زورة أحاديث زورة وطبيعي شا أمانا إنسان بون شتيان لدس در شوية يعني نمبالغة لوصفة نمبالغة لزمة يعني باش كويسة هو أزان كتاب جرائم البخاري نظام بيني وتانا نادر تازة لمسر دمان وسراء جرائم البخاري تر يعني كبدو تيبا مجرم كأما بني أو حديث عنك كبدو تو نأوى نأوش كبلين تر إيشي نيرش تو تو هر أوى ويك هاي أوى يوم أنا طبعا بابزان باسم كلو جاري تر ام كتاب انا بابلين بمروري ثمانية تر خوا كريش شتي بيو شتي كان بيو الكابي الحوينية جرتو على أصلاً بس من خم بيجا نام درفة من أبو جمال الدين قاسمي الله أو كاتك حملة فرنسية هاد بو مصر يعني صحيح بخاري أو أنا كتبي جي قولي لنا مسلمان أنا وكان علماء أزهر وكان بعدانش دراسة أم كتبه كمين بو خوي قورا أم يعني أم غزو أم هيرشام على سر لابر يعني أو أنا بلا يعلم قورا بو صحيح بخاري يا الله لنا عرب أنا زم لا يخو ما شتيواني طبعا هيك مثلا غلط يبقى على غلطة في البخاري يعني يقول تو غلط في البخاري يا كرو غلط دوزي بدل الإمام البخاري يعني أما بو معناه كبخاري هيش غلط شيء ثاني يعني هو كشتي مقدس تمام شعر وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين قد يوجد فيها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة كصحيح أبي عوانة وأبوي بكري الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم الأصفهاني وغيرهم ولا كمان كتاب تخريج كراوة لسر صحيحين جريوا الزيادات تاعو إسناد تدي بزيادة كراوة وأنا يعني شيء يعني مثلا هالحمان حديث كبخاري الرواية كردو أو تشوف سندي كتير دوزي وتو لا كسي لا رجعي كتير ولا أم حديثة بام سندي تري الرواية كراوة كسودي هي ونايو كسانية بردو وكتب من أخرى التزم أصحابها صحتها إن جاء الله عندك تبيتر هيك خاونا كان وخوان ملزم كل ربو هيك صحيح بيه حديثة كانان وكو ابن خزيمة ابن خزيمة جنايك يعني كم نية وابن حبان صحيح ابن خزيمة معناه صحيح ابن حبان معناه ابن حبان البستي وهما خير من المستدرك بكثير أما بوشوني ابن صلاحة حتى لو شنك شي قرنقا الله لا مستدرك حاكم باشترن هردو كان وأنظف أسانيدا ومتونا سندكانشان باكترا ومتنكانشان بختر وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا هارو على المسند الإمام أحمد شاك ومال السند متون هيا شتيكي زور هيا يعني الحديث كالآستي حديث مسلم تنان بخاري شاك وليست عندهما كلاي بخاري مسلم نيم بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة بلكو نقان هيش كاملة خان كتاب يعني أصحاب الكتب الأربعة كأشكرها هيك أوانيش يعني الكتاب كاني أوانيشانية ولا عند أحدهما لا هيش كاملة نية وهم أبو داود وتخويلة كيكيان وتشوارة طبعا لما شش كتاب هلا أصحاب الكتب الستة ستة كيف كي بخاري مسلم أو يكودو نقل أمشوارا أبو داود معناه ترمذي معناه لقب نسائي وابن ماجه أما أنا مشهور ترن بلام بيشتريش ناوي دو كتابي سيك تابي تريود صحيح ابن خزيمة لقب صحيح ابن حبان هروها يترباسي طبراني شكا لكبير ولأوسط وهروا مسند أبي علاء وبزار وأمانة غير أمانش كومل لكتاب مسانيد ومعاجم فوائد والفوائد والأجزاء كتاب أجزاء وياك يعني جزء حديث قيود وهم منه ما يمكن ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه وقال كسك متبحر بشعر زابي أتواني بلا بشيكي زوري عن الصحيحة بعد النظر في حال الرجال باش رويك السيري حالتي يعني حاله صفاتي بيوك وسلامته من التعليل المفسد وكأزان ريد وكا سلامة لويك علي فاسدي بدري تبع اگر توزك فشينا فرشتهر اما هنده وردك علينا بس
ابن صلاح باسي حاكمي كردوها توزك على توزة متساهل بو لو يك حديثي بصحيح ده أنا فلا عموما أنت الحاكم مش كمية أنت حتى بلا ميت الدعاء الله أجر صحيح إجنا بن الحديث كاني لأني كم حسنة وأكل احتجاجي فيه وكله آه أبي نسأل موطأ حذر كم زي موطأ كين قصيك إمام مالك إمام الشافعي فرمي لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك ام خصيص شيء اما يصير اوتمان بخاري باشترين كتابه اما يعني شيء ايوه هر خود انا طبعا جواب بنا اكثر مش روا جواب يا تو شافعي كات ام خصيص كردو ككتاب بخاري نبو او كاتا مالك ابو موطا مالك ابو لقال كمال كتاب ترا او كوتشي او كو او تا خوي جواب داد الله انما قاله قبل البخاري ومسلم في جوابه وقد كانت كتب كثيره مصنفه في ذلك الوقت في السنن لابن جريج وابن اسحاق غير السيره. ابن اسحاق روي كسيرين بس غير السيره كتب شيء لا سنن هاي. ولابي قره موسى بن طارق الزبيدي ومصنف عبد الرزاق مشهوره اما يسهر بردسته منهما وغير ذلك. وكان كتاب مالك وهو الموطأ اجلها واعظمها نفعا. كتاب يعني كتاب كيما مالك لها والله هاو تمنه هاو سردمي اواني لها ما اشترى. وإن كان بعضها أكبر حجما منه أكثر أحاديث هشر هندي كان قولة ترو حديثي زور تريشيته بلعام هي مالك مضبوط ترى ويترى مدى مستوى قد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه أبو جعفر منصور كخليفة عباسي دعوة إلى إمام مالك كخلقه كدولة سكتبه كيواته أو أبو كتب الرسمي حديث قبول كره فلم يجيبه إلى ذلك قبول نكرت وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف أوجل التواب زانستو إنصاف عدالته خويا هو أما درسي أخلاقي قوري راسي كبيش بستوش معنا شون كإنسان لجيانا يقدو فرصة يغاي والاك يا أبوي جدارة وقدرة خوي داكته وانا أما بو الدنيا زور خوش اشتوا بلام هابي أي مهم شونا وقال إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. في أي خواء الله يخلق شنو كو كردوتو كو مالش أوان بيجشتون إما نما توني بيزانين كبي كإمام أهل مدينة شر راسي منبع حديثي خصك شي غازبو خصك غازبو مجامل وشدنو وقد اعتنى الناس بكتابه وعلقوا عليه كتبا جمة هلا كون او تا استا موطا اهتمامي زوري بيدراوا وشرحي زوري شكراوا كتابي زور لسر نسراوا ومن اجود ذلك امد كتابي ابن عبد البر التمهيد والاستذكار للشيخ ابي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله دكتبي قبرشن دقيق سبير منيا طبعا يعني هيك شامبيون ما بيز برق يعني تفصيل يشكله جاء ابن عبد البر يشكله عنك فعلا زانيك محققي قوليه ولا صار مثلا إمام مالك شو دو أو دو كتابة دو كتابي قولاني أستا يعني هروكو مرجع مرجع من راسي يعني زور شد هيك مشاكل خلاف حل نبوة ابن عبد البر قصي تاكر دو قصي أخير تاكر دو ك المسألة خلافية كان أخوي المسائل خلافية الزاناي راستقين ذلك يعني هم أخلاقي معاملي وهم وردكاري كاني كأيكات حديثي جاي كالبت درفت من أبو بيه نم بلام إذا صحيح بخاري هاتو شكله هو شهر بس يمكن لك هاتي كتير بو يعني زوريش لسرينا وسطا الكتاب مناقب أنصار ليك الأنصار كان أجريته على من رجم بيني ولا غيري بني آدم أقدر تأخذ أنا وخطام شن بدوي أبو قرن رجمي زاني بابلين إذا خوي إجريته يعني ما حديث نية درابة تفال في غمر درودي خالي إمام بخاريش لبابي رجمو زينا وشتا باسي نكردو لما ناقبي أنصار باسي يعني لباسي أنصار يكانا إذا كبرا إجريته ولا من شو لقيرداء من بيني ولا لشونا كابو شاخي بو شونا كابو كومرا قيرداء وغلا ميموني ليابو يشك ما بلين ميمونة كي مينا جني وقال هاوسري ميمونة كي بيربو جنجك يشيك لا جنجك أنا هاد كل كي بو جولان دوا مش خبري بو ياو لجير بالي ميردا كي بابلين هاد تدرو شو بلايو
ئەوانە دوایی کە جەماعەت خبریان بۆ یۆزانیان شتێکی وایان کردووە پیاوە بڵێن پیرەکە قیڕانی هاتن هەمویان لێ دەوریان کۆبوونەوە بە بەرد ڕەجمیان کردن وتر ڕڵێمان ئەمەم دیوە ما هاتووە ئیتر نقڵ کراوە خەڵکێک تەمەن شتەکە تۆزە غەریبە حەقیقەت بەڵام تەخوا حەدیثی ژنیە بە مانای حەدیث ابن عبد ما بسم ابن عبد البر ابن عبد البر الله كاكا انكاري كردو طبعا والله من حديثه منكر وكم متن معناه ثانيه الا واجر صحيح به طبعا سندك هيش كجينيه كذا الصحابه هو يجري سوا مش كل البخاري هي وسندك هيش صحيحه ما بس ما هو ابن عبد البر الله شيء الله اجر راس يجبي اجر راس يجبي كواتا امانه جماعتك لجنبون مسخو موسيقى قرادة وخرازي قرادة الله أمانة كومل الجن بن خوي غورا مسخي كردولة كردوني بميمون مگر آوا اگر نا احتمالي تيان شكو رجمو أم أحكامو أم قيمو أخلاقو شتا بيوندي بإنسان هوايا وبيوندي بجن هوايا بيوندي بحيوانات هوانيا ولا زور شتي ترى إسا خو طبعا شوني بابلين قردكاري وأوانا نيا ما بس معنا هو دو كتاب يقرن كلا سر موطا نسران او دو كتاب هيك اكل جنار كان هر نايم بزان وهذا طاقه كان هو جاجا استفاده اللي يكون دو كتاب مهم من الراسيه مهمي ابن عبد البر او وجب له مو دوباره طبعا سنجار باسكرا يعني زانان زوت الاساس سند قصا كان كنت لسر متن قصا كان ابن عبد البر يكتب كان يجدريجن او حديثي كي هنا يعني باسراحه قصيده سر متن كردوها دوای او با استراحت قصی لسر سند دکش کرد یعنی هم سند و هم متنی جوان جوان شی کرد تو با تفصیل حتی احکام فقه کانشی باز کرد یعنی کتابی که تیر و تواه زور با تفصیل لسر او بتان و استعاف بوی ابت ابتی بو شرحی موطع باشترین کتاب قصی درست کهر او دو کتابی ابن عبد البر الان جاج گله وی که کمال حدیث صحیح متصلی تیاره هر واحد حديثي مرسل ومنقطع وبلاغات الشتياء بلاغات هو الله بلغني يا بيم مترا بيم قشتو اشتا لا تكاد توجد مسندا الا على ندور بلاغات تي هيك مسند نزور جاي يعني نادر تفال في غمر دي خالي يتر تصور كم ورد كوي كاين اقصى كمان سقسيتي لسر صحيح لو كردو اكريم با ترمذي ونسائي بكتابه كان بلان صحيح شنو كان هذو كان استك مشهور كتاب كان ناي السنن السنن ترمذي معناه لقال سنن نسائي الله وكان الحاكم ابو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح وهذا تساهل منهما الله يرضى عليه اما تساهل يا وقول اسان كاريان الجامع فان فيه احاديث كثيره منكره الله يشوف حديثي كيزوري منكري تيايا وقال الحافظ أبي علي ابن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنة للنسائي إنه صحيح هروها أبي علي ابن السكن وخطيب البغدادي دوارا على شيء لدر باري السنن النسائي على صحيحة الله أنقصر نظري تيايا وإن له أن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلمين الله يقول أنا هندي شرطي هي للشرط لا لا لسر رجال إسناد تنتر لشرط المسلم على أم قصي مسلم نيوانيا فإن فيه رجالا مجهولين شن بيعوي كيه شن كسي كيه لنفس سنة ذاك مجهول إما عينا أو حالا يا هر خوان نازان ريكين يا حالات يعني ديارنيا أخر جهالة أو دون نوعية برزان لك شو نخويا باسكري جهالة يا جهالة عينية يا جهالة حالية جهالة عيني شيء أو يا كزلام قلنا ناسري على عن أبي عمرو أم أبي عمرو نازان ديارني أما جهالتي عيني بيدري جهالتي حال أويا كزلمة قد ياري كي أما أبي عمرو نازان كي بس نازان وزعي شامبو يعني هيج بلقيك شتيك نيل زر أويا كأما عدل وضبط كي شامبو وفيهم المجروح وروها خلقي تيا كمجروحة يعني طعن كراو وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة وأنا بكرتي والله بي أواد أتوك على ناكري بصحيح دابن رين لسر مسند إمام أحمد قصاكا بقى وش بلا إنه يتركوا تايبينين هروها على سبارة بقى قولي حافظي
أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني كألا لدرباري مسند إمام أحمد كصحيحة يعني هيش كتابه صحيحة فقول ضعيف على أو قولش ضعيفة فإن في أحاديث ضعيفة بل موضوعة على حديث ضعيف تيا مسند إمام أحمد أنت نادى موضوع إيش كأحاديث فضائل المروي وشهداء عسقلان حديث تيا أم مشهورة ديال أم حديث أنا ينامتي الأخوار بس الشهداء والبرث الأحمر عند حمص الله برث أحمر شو أنا كديارة لا حمص سوريا الله جيشك خطاني بيو بنينو وهم يشتت بهشتوا وقول أخباري وايتها الله أما وغير ذلك كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ وتو أنا كأما تواونيا إذا طبعا من أخشية كده سأل أويك دبري ما محمد في عليه جوري أو كبيجا عندي كم قصة زور كي خرج نبوا كألا الموضوع إشيتي أي بلا مراسنة كي هو هيك قصة دروس تو زور أم لو لا ينا يوش تيجي طبيعي شو إمام أحمد إيش خوي هر لك تيبا كي خوي تضعيف حديثي كردو أما مهمة بجماعة يعني مش شيء زور دور مهم خوي كتيبا إيدانا ها بلا يعني مسند كي خويتي خوي تضعيف حديثي كان خوي كردو تو أما أخلاقي يجي قبره يعني بلا بلا ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا مع أنه لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته كتابه كثير قوري الله هيش كتابه كثير وكو قورانيا وهروها هيش كتابه كثير جوا قونيا كجوان اشتكاني هنا أحاديث كثيرة جدا سر رأي أولا كومال حديثي صحيحي لجز درشوا بل إنه بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200 الله يا جماعة نزيجي دوسط كذا صحابة نيتواني ولا مسند خويا جيهم كاتها ما بس يو يعني هموي يعني أوي بيوتر الصحيب خلايا رازنيو أمانة يدي تقريبا يستمشتك بلام الأخيرة وبلام رانا كم تاضف ريانا كوين بابا انا اكتفاء بكين بقول لي ما نقول كاو دسي وش خوش بيو السلام عليكم